السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم المحاضرة 10 في مادة الرياضيات المتقدمة، ورح نشرح بها المواضيع التالية. بالبداية رح نشرح موضوع الدود بروتكت اور سكيرر بروتكت، وبعدها رح ناخذ ابليكيشن اوف دود بروتكت، ومن ثم رح ناخذ أمثلة متعددة على موضوع الدود بروتكت. الدوت بروتكت او سكيرر بروتكت، اذا كان عندنا تو فاكتور، فاكتور الاول هو فاكتور اي اللي راح تكون قيم مالته A1 باتجاه الاي زائد A2 باتجاه الجي زائد A3 باتجاه الكي، وكان عندنا فاكتور ثاني هو البي اللي يساوي لنا B1 باتجاه الاي زائد B2 باتجاه الجي زائد B3 باتجاه الكي. إذا أردنا نجد الـ A فاكتور دوت B فاكتور، هنا دوت يمثل لي دوت بروتكت أو سكيرا بروتكت. على مود نجد الـ دوت بروتكت رح نضرب كوفيشينات، يعني الـ I الموجودة بالـ A مع كوفيشينات الـ I الموجودة بالـ J، فرح تصير A1 مضروب بالـ B1 زائد نضرب كوفيشينات الـ J الموجودة بالـ A بالـ فاكتور A مع كوفيشينات الـ J الموجودة بالـ B، فتصير زائد A2 B2 زائد أيضا رح نضرب كوفيشنات الكي الموجودة بالفكتر A مع كوفيشنات الكي الموجودة بالفكتر B، فهتصير A3B3، فالA دوت B رح يساوي لنا A1B1 زائد A2B2 زائد A3B3، ورح يساوي لنا الماجنتيود مال فكتر A في الماجنتيود مال فكتر B، ويساوي لنا كوسان ثيثا. عندنا الماجنتيود مال فاكتور اي نقدر نجده من خلال تحت جذر التربيع الكوفيشنات مال تي اي 1 تربيع زائد اي 2 تربيع زائد اي 3 تربيع. الماجنتيود مال بي فاكتور نجده من خلال تحت جذر التربيع للبي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع زائد بي 3 تربيع. الخاصية الأخرى الموجودة بالدوت بروتكت بأنه إذا ضربنا فاكتور أي دوت بروتكت ويا الفاكتور البي رح تساوي لنا نفس النتيجة، بأنه إذا ضربنا الفاكتور بي دوت بروتكت ويا الفاكتور أي. Example 1 consider the factor U يساوي لنا 2i ناقصا j زائد k and factor V يساوي لنا i زائد j زائد 2k. نريد نجد ال U مضروب dot product ويا ال factor V، وثانيا نجد ال angle between factor U and factor V. بالبداية على مود نجد dot product بين ال U وال في رح نضرب كوفيشينات يعني ال اي للفكتر يو مع كوفيشينات ال اي للفكتر في، فنضرب 2 في 1 زائد ناقص 1 اللي هي كوفيشنت مال يو بالنسبة باتجاه الجي، نضربها في 1 اللي مثل لي كوفيشنت الجي بالنسبة للفي، زائد 1 اللي هو كوفيشنت يعني الكي بالنسبة لليو، نضربها في 2 اللي مثل لي كوفيشنت الكي بالنسبة للفي، فراح تطلع لنا عندنا يو دوت بروتكت في يساوي 2 في 1 2 ناقص 1 في 1 يصير ناقص 1، وواحد في 2 يصير زائد 2، فيطلع لنا اليو دوت في يساوي لنا 3. بعدين عم بالفرع الثاني نريد نطلع الزاوية بين اليو والفي، نطبق هذا القانون يو فاكتور دوت في فاكتور يساوي لنا الماجنتيود مال يو في الماجنتيود مال في في كوسان ثيتا. بالبداية نطلع الماجنتيود مال يو اللي يساوي لنا تحت الجذر التربيعي كوفيشينات الاي تربيع بالنسبة ليو زائد كوفيشينات الجي تربيع بالنسبة لليو زائد كوفيشينات الكي تربيع بالنسبة ليو ايضا، فاذا ناخذ كوفيشينات الاي بالنسبة ليو هي 2 فاصلة 2 تربيع زائد ناقص 1 اللي هي كوفيشينت الجي بالنسبة لليو وناقص 1 تربيع زائد 1 اللي هي كوفيشينت الكي بالنسبة ليو، يصير عندنا يطلع لنا الماجنتيود مال يو يساوي لنا جذر 6.
بالنسبة للفي نفس العملية، حصة عاونا تحت الجذر 1 تربيع اللي هو كوفيشنت الاي بالنسبة للفي زائد 1 تربيع اللي هو كوفيشنت الجي بالنسبة للفي زائد 2 تربيع اللي هي كوفيشنت الكي بالنسبة للفي، فراح تصير ايضا تطلع لنا الماجنتيود مال في يساوي جذر 6. وراها نطبق القانون يو فاكتور بالفي فاكتور، طلعناه قبل شوية، مقدار الدوت برودكت هو 3 يساوي لنا جذر 6 اللي هو الماجنتيود مال يو اللي طلعناه قبل شوية، في جذر 6 اللي هو ماجنتيود مال في كوساين ثيتا، فتطلع كوساين ثيتا يساوي لنا 3/6 ويساوي لنا النص، فتريد نطلع الزاوية ثيتا يساوي لنا كوساين انفيرس النص، فكوساين انفيرس النص يساوي لنا 60. Example 2 if factor u ساونا i ناقص 2j زائد 3k و factor v عندنا ساونا 3i زائد 6j زائد 3k show that factor u is perpendicular to factor v. بالبداية نطبق قانون dot product u factor مضروب dot product where v factor يساوي لنا magnitude مال u في magnitude مال v بكوسان الزاوية ثيتا، فكوسان ثيتا راح تساوي لنا ال u factor مضروب بالتوتال برودكت للفي فاكتور تقسيم الماجنتيود مال يو في الماجنتيود مال في. بالبداية نطلع الماجنتيود مال يو، ناخد كوفيشنات الاي يعني اللي هي 1 تربيع زائد ناقص 2 تربيع اللي هي كوفيشنت الجي بالنسبة ليو زائد 3 تربيع اللي هي كوفيشنت الكي بالنسبة ليو، فراح تصير عندي الماجنتيود مال يو يساوي لنا ناقص 1 تربيع يساوي لنا 1 وناقص 2 تربيع يطلع لنا 4 و3 تربيع يطلع لنا 9، فراح تطلع لنا الماجنتيود مال يو يساوي لنا جذر 14. بالنسبة للفي نفس الشيء، ناخذ ماجنتيود الاي 4 فصير 3 تربيع زائد 6 تربيع اللي هي كوفيشنات الجي بالنسبة للفي زائد 3 تربيع اللي هي كوفيشنات الكي بالنسبة للفي، فراح تطلع لنا الماجنتيود مال في يساوي لنا جذر 54. ورا نضرب توت بروتكت اليو ويا الفي، فعندي 1/3 اللي هي كوفيشنات الاي بالنسبه لليو ضربتها بكوفيشنات الاي بالنسبه للفي، فراح تطلع لنا 3 زائد ناقص 2 اللي هي كوفيشنات الجي بالنسبه لليو في 6 اللي هي كوفيشنات الجي بالنسبه للفي زائد 3/3 اللي تمثل لي كوفيشنات الكي بالنسبه لليو في كوفيشنات الكي بالنسبة للفي، فراح تكون نتيجة التوت برودكت مالتي اليو مضروب بالفي يساوي لنا 0، فإذا نطلع الزاوية كوسان ثيتا راح تطلع لنا 0 اللي هي اليو فاكتور مضروب توت برودكت ويا الفي فاكتور تقسيم جذر 14 في جذر 54. جذر 14 يمثل لي الماجنتيود مال يو، جذر 54 يمثل لي الماجنتيود مال في، فطلعت الثيثة مالتنا كوسان ثيثة يساوي لنا 0، ف يكون بهاي الحالة اليو فاكتور عمودي على الفاكتور في. application of dot product الخاصية الأولى على بد تثبت بأنه الـ two factor are perpendicular، يعني الفكتورين يكون متعامدات، راح تكون أي فكتور عمودي على الفكتور بي، أنت ما تكون أي فكتور دوت البي فكتور يساوي لنا 0، فراح يكون عندنا الفكتور أي عمودي على الفكتور بي، أنت ما تكون الزاوية تيتا تساوي لنا 90 والدوت برودكت بين الأي فكتور والبي فكتور يساوي لنا 0. الخاصية الثانية على مود نجد الانجرز بتوين اني تو فاكتورز، راح تكون ثيتا تساوي لنا كوسان انفيرس الاي فاكتور في الفاكتور بي تقسيم الماجنتيود مال اي في الماجنتيود مال بي. الخاصية الثالثة على مود نجد السكير بروجكشن للفاكتور اي اون بي، راح نطبق البروجكشن بي على الفاكتور اي، راح يساوي لنا اي
اي فاكتور في بي فاكتور تقسيم الماجنيتيود مال بي، على مود نجد الفاكتور بروجكشن، يعني اللي جات فاكتور البروجكشن للفاكتور اي اون بي. اول شيء نطلع سكيرر بروجكشن للفاكتور اي اون بي اللي طلعناه قبل شويه، يكون مقداره اي فاكتور في البي فاكتور تقسيم الماجنيتيود مال بي فاكتور مضروب باليونت فاكتور مال بي. على مود نجد اليونت فاكتور مال بي راح تكون البي فاكتور تقسيم الماجنيتيود مال بي فاكتور. فالفاكتور بروجكشن للاي اون بي فاكتور راح تكون اي فاكتور في البي فاكتور تقسيم الماجنيتيود مال بي فاكتور، اللي هي تمثل لي سكيرر بروجكشن للفاكتور اي اون بي مضروب باليونت فاكتور مال بي اللي هو البي فاكتور تقسيم الماجنيتيود مال بي فاكتور. فراح